السلام عليكم ورحمة الله إخواني أخواتي متابعي قناة سيستم، مرحبا بكم من جديد في حلقة جديدة إن شاء الله. اليوم سوف أشرح لكم كيفية التحكم في شبكة واي فاي أو في شبكة الإنترنت التي أنتم تستخدمونها. سوف نقوم بهذه العملية أو سوف نقوم بالتحكم في الشبكة عن طريق برنامج يتيح لنا تخصيص مستعملي هذه الشبكة أو كل الأجهزة المرتبطة بهذه الشبكة بالتحكم في الرفع والتحميل، أو حتى يمكنكم قطع النت عن هذه الأجهزة. سوف أضع لكم هذا البرنامج تحت الفيديو لكي تقوموا بتجربه وتستمتعوا بسبيل النت كما يحلو لكم. هذا هو البرنامج أحبابي في الله، كما تلاحظون سوف نذهب مباشرة إلى هذه هذا الملف عفوا، نقوم بالضغط على الزر الأيمن ثم نختار كمسؤول، نختار بفتح كمسؤول كما تلاحظون. أحبابي في الله، هذا البرنامج جميل جميل جدا، يمكنكم أن تستعملوا وتقوموا بقطع النت على المتدخلين. كما تلاحظون عند فتح هذا البرنامج لأول مرة سوف تقومون باختيار الكارتريزو الذي أنتم مرتبطين، الذي أنتم تستعملونه. كما تلاحظون أحبابي في الله، نقوم بالاختيار ثم الموافقة. بعد ذلك تظهر لنا واجهة البرنامج كما تلاحظون أحبابي في الله. هذا هو البرنامج، سوف نقوم بالضغط على هذه الأيقونة لكي يقوم بالفحص وإظهار لنا جميع الأجهزة المتطفلة والتي هي مرتبطة بالنت الذي أنا شخصيا مرتبط به. كما تلاحظون أحبابي في الله، هذه هي الأجهزة التي هي مرتبطة. يظهر لكم في الخانة الأولى اسم الجهاز أو اسم جهازك مع إظهار الاي بي والماك، ثم هنا تختارون هذه القائمة تعطيكم أو تتيح لكم التحكم في صبيب التحميل، صبيب الإنترنت للتحميل. والخانة التي بجانبها كما تلاحظون سوف تقومون يمكنكم أن تتيح لكم التحكم بالرفع، مثلا كرفع مثلا الفيديو في اليوتيوب أو رفع صورة أو أي شيء على النت. تقومون بالتحكم كما يحلو لكم على الشبكة التي أنتم مرتبطون بها. أحبابي في الله، كما تلاحظون هذه هي البرامج تظهر لكم كما تلاحظون، اسم البرنامج ثم الاي بي ثم الماك، ثم هنا تقومون باختيار كمثال. سوف نقوم بأخذ هذا الجهاز لكي أظهر لكم كيفية استعمال أو تحكم في صبيب الإنترنت للتحميل، سواء للتحميل أو للرفع أو قطعه بصفة نهائية. كما تلاحظون هنا أحبابي في الله، سوف أضع 10 كيلو بايت كما تلاحظون في التحميل، وللرفع سوف أضع فقط 3 كيلو بايت كما تلاحظون. وإذا كنتم ترغبون في قطع النت على هذا الجهاز كما تلاحظون الذي أنا اخترته كما تلاحظون، سوف تقومون بوضع علامة صح على في هذه القائمة على البرنامج على الجهاز الذي أنتم تختارونه، ثم تقومون بالضغط على هذه الأيقونة كما تلاحظون أحبابي في الله. هذه الأيقونة سوف تقوم بقطع النت نهائيا على هذا الجهاز الذي أنا اخترته والذي أنا لا أوده والذي أنا بالضبط أرغب بقطع النت عليه إن شاء الله أحبابي في الله.
سمعت واحد راح في الله لا قد قمت بقطع النت على هذا الجهاز ويمكنني ان اقطع النت على جميع الاجهزه المتطفله او التي هي مرتبطه ب النت الذي او الشبكه التي انت مرتبط بها او الذي انت تستخدمها. كما تلاحظون بوضع علامه صح على جميع الاجهزه التي انت التي انت او الذي انت التي عفوا التي انت لا تريدها ان تستخدم هذه الشبكه. كما تلاحظون عفوا لا لقد ضغطت على هذه الايقونه لكي اقوم بالضغط على بقطع النت على جميع الاجهزه. كما تلاحظون احبابي في الله هو برنامج سهل خفيف يمكنك ان تستعمله او تقوم بتجديده كما يحلو لك. وان اعجبك الدرس فلا تنسى بنشره على مواقعك على موقعك على حسابك في المواقع الاجتماعيه او الاشتراك في قناتنا. شكرا لكم، ان شاء الله نلقاكم في حلقه جديده. كان معكم اخوكم ياوزر على قناه بيستان. السلام عليكم.